وإلى مطبخ عيسى وإيش محضر الليلة لسعادته ولفريق البرنامج. عيسى مساء الخير. عيسى مساء النور أبو محمد، كيف الحال؟ أهلا وسهلا بك، حياك الله، مسي على المشاهدين الكرام. الله يبارك فيك، حياك الله، كلهم يحيوك. أكيد الحمد لله. وصارت عادة الناس تنتظر سحور عيسى ايش هو، وانت من كم يوم قاعد لي على الاشياء الخفيفه. اتوقع لا، امس سحور خفيف كان ونال اعجاب الضيف، فقررتني اعيد التجربه مره ثانيه. انت تفرح يوم شويه اشادات او اعجاب، لانك انت تحضر نفسك تحضير تام ان الضيف السحور ينال على اعجابه. اكيد، حتى يعني اتقبل الانتقادات طرفا، يعني كل ضيف له يعني يحب حاجه معينه وما يحب حاجه معينه، ف يعني صعب انك تتوافق مع هذا يعني الاذواق كلها. بس اجمالا اتوقع سحورنا خفيف وبسيط الحمد لله وسريع على فكره، لان احنا عندنا ساعه عيسى في بعض الاكلات يحضرهم قبل بالضبط، يوصل للنص او ثلاث ارباع. اليوم ما مسوي شيء نهائيا مثل امس، مثل امس لانه خفيف وسهل التحضير. شو اسمه وجبتنا اليوم ان شاء الله، نسيت وجبتك يا عيسى. لا علامك لا لا. علامك متهدر. لا لا، وجبتنا ان شاء الله اليوم تكون دجاج متبل بالزبادي والليمون هذا الخفيف كذا، مع سلطه خفيفه بالتبوله. خفيفه لطيفه جميله وسريعه التحضير. صح، سريعه التحضير وما تستغرق وقت طويل. ف أثناء المقابلة تخلص المقابلة مع الضيف وتوصل عندي، خلاص تكون الوجبة جاهزة مثل دائما. طيب احنا بنشوف المقادير على الشاشة وغيرها من هذه الأشياء. قلت لي بين كم ساعة إلى ربع إلى نص ساعة تكون خلصت؟ أقل أقل إن شاء الله، نص ساعة بالكثير خلاص تكون جاهزة إن شاء الله. أنت تعرف من ضيفي اليوم؟ اليوم ضيفنا رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك. المستهلك. وبيدخل عندك في تفتيش ولا شيء. هذا رجل هو هو وموظفينه وموظفاته هذا تخصصهم بالضبط، متابعة الأكل، الغذاء، المعلبات، نظافة، غير كل هذه التفاصيل. اليوم خلي بالك، أكيد أكيد احنا مكاننا مرتب. أكلنا أيضا محضرين تحضير جيد. أكيد أكيد. صح عيسى؟ أكيد، وراح ينال إن شاء الله إعجابك أنت وضيفك بإذن الله تعالى. إذا ما تبدأ عيسى؟ أكيد راح أبدأ. لما تبدأ عيسى يجهز سحوره لنا ولسعادة رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك، ونبدأ فقراتنا إن شاء الله تقضون معنا أوقات ممتعة وسعيدة. وكالعادة البداية مع، وعندنا 500 ريال يعني 3000 ريال ما عليك إلا على السحور، بس تكتب على الأرقام اللي تعرفها. سعد دكتور مرحب بك في جلستنا الأخيرة في برنامجنا. احنا في المطبخ شفتك قاعد تشوف كل شيء. انت الآن رئيس الهيئة ووالي سابق، وعندك ايش يسمونها كل الضبط القضائي. تأكدنا مما فعل الشاب، أموره طيبة إن شاء الله بالسليم يعني. حلوة بس عنده شيء واحد، هو خلاني على عصير. هو سمى العصير بطيخ. سمى العصير بطيخ. إيه، وإحنا هذا نسميه جح جح، وفي محضة نسميه يح يح. أيوة. وأنا سميه وتر ملون. إنزين، وأنت سميه وتر ملون. هذا شيء ثاني. أنت ما ضغط شيء لنا الحين بعدك. جرب سعادتك. انا ببدا بالعصير يعني باليح. باليح باليح. زين زين، ابدا بما بدا به الله. الله، لانه في البدايه قالوا فاكهه ولحم طير. بسم الله الرحمن الرحيم. رائع. زدت شيء ولا كالعاده؟ شكرا. سلمت الانامل التي يعني اتحفت يعني كما يقال، واخرجت هذا المشروب الطيب. شكرا. سعادتك 2011 مرحله اخرى، تشريف سامي من مولانا جلال السلطان الله يحفظه بان تكون رئيس الهيئه العامه لحمايه المستهلك، وانت تذوق وانت تذوق. قل لي هذه المسؤوليات وكذا وغيره. طبعا فعلا 2011 كانت مسؤوليه يعني نقله مختلفه كليا، بعد ان كنت انت تشرف على ولايه معينه طوال 15 سنه من حياتك. صحيح. اصبحت تشرف على يعني قطاع ممتد في كل محافظات السلطنه، وقطاع مهم، وخصوصا صعوبه هذا القطاع انك تنشئ هذه المؤسسه، لا نقول من الصفر كليا، انما نقول تنشئها نشأة كاملة، سواء كانت نشأة إدارية أو نشأة هيكلية أو نشأة وظيفية أو نشأة قانونية أو نشأة
مالية كل من كل جوانبها وقائمين بدور جبار. سعادتك على فكرة أنت رياضي أيضا عشان كذا أشوفك ما تأكل، كنت رئيس نادي محظة قبل الدمج تذكر؟ نعم كنت رئيس نادي محظة قبل الدمج واندماجه مع نادي البريمي وتشكيل نادي النهضة وإلا الحمد يعني كانت من التجارب الناجحة، والعمل الشبابي دائما يضيف للإنسان الكثير، ولكن كذلك العمل مع الشباب يحتاج إلى الكثير من الجهد، يحتاج إلى الكثير من يعني المقومات. صحيح، وانت سعادتك اليوم الإضافة الجميلة لبرنامج على السحور، وانت نموذج عصامي ناجح، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لتشريفك لبرنامج على السحور هذه الليلة. أنا الذي أشكركم وأشكر من يتابعنا أن كلف نفسه عناء المتابعة، فجزاه الله الخير على هذه الدقائق اللي يعني مرت بينكم وهي مرت مرا سريعا كذا. سائلين الله عز وجل يوفق الجميع، الله يبارك الصيام والقيام آمين. عمل صالح في هذا الشهر، بعدين ما نتسحر عيسى شغلنا شوية. عيسى شكرا جزيلا لك وشكرا لكل من